أصعد السعيدة لهذه الليلة، أهلا بكم. الخارجية الأمريكية تبارك تشكيل الحكومة اليمنية وتقول إن نجاحها سيدفع المجتمع الدولي لدعمها اقتصاديا، والجامعة العربية تحذر المعرقلين اليمنيين وتوجه دعوة للمجتمع الدولي. عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين مسلحي أنصار الله ورجال القبائل في رداع، ومسلحون يسيطرون على معسكر تدريب للجيش بمأرب. بعد قطعها للشوارع 4 أعوام، الأشغال ترفع آخر مخيمات ساحة التغيير بصنعاء، ومجلس النواب يشكل لجنة برلمانية لإعداد مصفوفة للمصالحة الوطنية الشاملة. أهلا بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة جماعة أنصار الله، وذكرت وكالة رويترز للأنباء إن هذه العقوبات تأتي بسبب تهديد صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الملقب بأبو علي الحاكم للأمن والاستقرار في اليمن. وبموجب هذه العقوبات فإنه يمنع على الشركات الأمريكية والأمريكيين من التعامل مع الشخصيات الثلاثة، فضلا عن تجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات بحق نفس الشخصيات قضت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الخارج. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن نجاح الحكومة اليمنية الجديدة في مهامها سيسهم في دفع المجتمع الدولي لدعم اليمن اقتصاديا ليتمكن من تجاوز التحديات التي يواجهها. وجدد كيري خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم دعم الولايات المتحدة للحكومة ولخطوات الرئيس في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأوضح المسؤول الأمريكي إن أمن اليمن واستقراره يمثل أهمية للمنطقة والعالم. كما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من أي محاولات تستهدف عرقلة سير العملية السياسية في اليمن أو تعمل على تقويضها، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مطالب الشعب اليمني ويمثل عملا غير مسؤول يضر بأمن البلاد واستقرارها. ورحب الأمين العام في بيان صادر عنه بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، واعتبرها خطوة إيجابية خاصة في هذه المرحلة الحساسة والمضطربة التي تشهدها اليمن. العربي أكد تضامن الجامعة مع قيادة وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب لليمن وتمكينه من التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي تشكل جميعها الأساس الحقيقي ليمن مزدهر ومستقر. إلى ذلك، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح، واعتبرها خطوة مهمة لاستكمال المؤسسات الدستورية والمضي قدما بالعملية السياسية السلمية لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة والتحديات الصعبة التي يواجهها. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحفي عن أمله في أن تتمكن الحكومة اليمنية الجديدة من مواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسيرة اليمن نحو المستقبل الأفضل، داعيا المجتمع الدولي والدول الداعمة لليمن إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لليمن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها. وفي سياق متصل، رحب مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية خلال اجتماعه اليوم في الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. رحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، واعتبر مجلس الوزراء السعودي بأن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.
شكل مجلس النواب اليوم لجنة برلمانية برئاسة رؤساء الكتل البرلمانية لإعداد مصفوفة للمصالحة الوطنية الشاملة. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم إنه بعد إعداد المصفوفة سيتم استدعاء الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية لمناقشتها لإخراج اليمن من الأزمة التي تعصف بالبلاد. وأشار الراعي إلى أن نقاشات اللجنة ستكون مغلقة ولن يخرج عنها أي أخبار لوسائل الإعلام. رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني قال إنه إذا لم تتوفر النوايا الحسنة فإنه لن يكتب لأي مشروع وطني للمصالحة النجاح كون البلاد تعيش في لا دولة. وأكد البركاني إنه قبل كتابة الرؤية يجب الالتقاء بكافة الأحزاب السياسية. واقترح البركاني تشكيل لجنة برلمانية من 5 أشخاص للقاء القوى السياسية لمناقشتها بمشروع المصالحة التي يعتزم المجلس تقديمها. قتل 20 شخصا من مسلحي أنصار الله ورجال القبائل في قرية خبزة بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم بين مسلحي أنصار الله ومسلحي القبائل في محيط قرية خبزة بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل 16 من أنصار الله وأربعة من القبائل. وأضافت المصادر إن أنصار الله حاولوا اقتحام القرية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحي القبائل بالقرية رغم وجود اتفاق بينهم وبين قبائل قيفة بعدم الزحف نحو قرى القبيلة. لافتا إلى أن أهمية قرية خبزة تكمن في كونها معقلا لأنصار الشيخ نبيل الذهب القيادي في تنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن 19 شخصا ما بين قتيل وجريح في قصف للجيش على مسجد برداع بمحافظة البيضاء. وذكرت المصادر إن قوات من الجيش ومسلحو أنصار الله قصفوا مسجدا في قرية خبزة برداع أثناء أداء السكان لصلاة العصر ما أسفر عن مقتل 5 من المصلين وإصابة 14 آخرين. وأوضحت المصادر إن القصف جاء بعد صد أبناء المنطقة لهجوم مسلحين حاول اقتحام القرية والسيطرة عليها. قامت معدات تابعة لمكتب أشغال العاصمة صنعاء اليوم بإزالة ما تبقى من الخيام والحواجز الإسمنتية في ساحة التغيير من عاصمة صنعاء. وقال شهود عيان إن جرافات وسيارات نقل كبيرة بدأت بالتوافد صباح اليوم إلى ساحة التغيير المقابلة لجامعة صنعاء في حين انتشرت قوات أمنية في محيط ومداخل الساحة. وأكدوا إن الجرافات قامت بإزالة بقايا الخيام والحواجز الإسمنتية والسواتر الترابية التي كانت في مداخل الساحة. وإن الجرافات فتحت الساحة والشوارع الرئيسية والفرعية أمام حركة المواصلات بعد أن ظلت مغلقة أكثر من 4 أعوام. حددت الحكومة سعر البيع الرسمي لخام المسيلة تحميل يناير كانون الثاني بعلاوة 46 سنتا للبرميل فوق برنت أي بانخفاض 28 سنتا عن الشهر السابق. وقالت الحكومة في بيان لها إن يونبيك يوكي اشترت كامل الكمية المعروضة من خام المسيلة والبالغة 1.5 مليون برميل. وتحدد سعر البيع الرسمي لشاحنات يناير كانون الثاني من خام مارب الخفيف عند نفس مستوى برنت. وتشتري شركة مصافي عدن كامل الكمية المفروضة أو المعروضة من خام مارب البالغة 1.6 مليار برميل. يوم ساخن من الدوام واللقاءات قضاها أغلب وزراء الحكومة الجديدة في وزارتهم. حصاد السعيدة تتبع 15 وزيرا في أول يوم لهم بعد أداء اليمين الدستورية وخرج بالحصيلة. إلى التفاصيل. بعد أداء حكومة الكفاءة يوم أمس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية انطلق الوزراء إلى وزاراتهم لمباشرة أعمالهم بعضهم بالأمس وآخرون دشنوا عملهم الرسمي اليوم. حصاد السعيدة زار اليوم 15 وزارة لرصد الوزراء الذين باشروا أعمالهم. البداية كانت عند وزارة الداخلية التي باشر وزيرها الجديد عمله فيها بمنع وسائل الإعلام من تصوير لقائه بقيادتها
وفي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تفقد الوزير القادم من المؤسسة أحوال الموظفين وحثهم على مضاعفة الجهود لتقديم أداء أفضل. الصباح كان مع اجتماع الصباح بالقيادات، والساعة 9 اليوم بدأنا نسلم على الوزارة ومكاتبها، نتفقدهم نتلمس همومهم، ثم معانا اجتماع لأهم إدارة في الوزارة هذه، نرتب أمور الاتصالات، أنظمة الاتصالات، التشريعات واللوائح اللي موجودة، نعرف الجميع أنه في قوانين موجودة لا حد يتجاوز هذه الخطوط. وزير التربية والتعليم كذلك التقى قيادات الوزارة في لقاء مفتوح لمعرفة الأولويات وتحديد خطوات العمل. الأمر لم يكن كذلك في وزارة الكهرباء والطاقة التي غاب عنها الوزير عند 10 صباحا. في وزارة المياه والبيئة كان لقاء تعارفيا بين الوزير الدكتور عز شريم وموظفي وقيادات الوزارة، فيما كانت وزير الإعلام نادية السقاف خارج وزارتها في مهمة تفقدية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. أما الدكتور رياض ياسين فقد باشر عمله بلقاء قيادات الوزارة والإدارات المرتبطة بها بعد تدشينه لحملة التحصين في ضلاع همدان. وزارة الزراعة والري التي احتفظ فريد مجور بحقيبتها يحتاج دخولها إلى إجراءات بروتوكولية معقدة. اكتفينا بالصورة من الخارج وقيل لنا أن الوزير باشر عمله فيها. أما أصغر أعضاء حكومة الكفاءة سنا لم يكن متواجدا في وزارة الشباب والرياضة لانشغاله بحضور انتخابات نقابة العاملين. وعلى مقربة منها كان وزير النفط والمعادن يلتقي قيادة وزارته والشركات النفطية في مقر الوزارة. عند الساعة 12 كنا أمام وزارة السياحة وهذه الصورة، أبواب موصدة فلا قيادات ولا عاملين. بعدها كان التحرك نحو وزارة حقوق الإنسان، حيث كان الوزير الجديد يبحث مع قيادات وزارته أولويات المرحلة المقبلة. أتمنى بالفعل وعندي تطلع أن لا نكون وزارة هامشية، لأن جوهر القضية الأساسية في المرحلة الراهنة والقادمة هي أن نصون حقوق الناس وكرامتهم حتى نستطيع أن نخطو إلى الأمام. أنا مستبشر خير، كافة الزميلات والزملاء في الوزارة حقيقة يشكلوا أسرة جيدة، وأعود إلى عملي الأساسي، وأتمنى بالفعل أن أقدم ما أستطيع بكل صدق وحب وإخلاص، ولن أستطيع أن أعمل خطوة إلى الأمام إلا بتعاضد الجميع. وفي وزارة العدل كان حفل استقبال وتوديع بين الوزيرين السلف والخلف وسط أجواء حميمية عمت الموظفين. لتكون وزارتا التعليم الفني والصناعة والتجارة محطتنا الأخيرة لنصل إليهما بعد خروج الوزيرين من وزارتيهما. حالة غياب واحدة وحالة منع للصحفيين من الدخول هو حصاد دوام الوزراء في اليوم الأول بعد التشكيل الحكومي الجديد. فكيف سيكون أداؤهم في قيادة أعمالهم بالوزارات؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة. محمود الحميدي، حصاد السعيدة. قال مصدر عسكري أن مسلحين من جماعة أنصار الله سيطروا يوم أمس الأحد على معسكر تدريب للجيش دون مقاومة في محافظة مأرب. وقال المصدر في تصريحات له إن المسلحين سيطروا على معسكر ماس في منطقة الجدعان بتواطؤ من أحد الضباط بعد أن استغل غياب قائد المعسكر. ويقع المعسكر على الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب. وقال المصدر إن نحو 9 سيارات على متنها مسلحين تابعين لأنصار الله دخلوا إلى المعسكر وسيطروا على البوابة ونوبات الحرس بدون اشتباكات مع جنود المعسكر. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير موعد طابور الصباح حتى الساعة 8 صباحا على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:15 صباحا. وأكدت وزارة التربية والتعليم إن هذا الإجراء يأتي نتيجة لبدء فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، وحرصا من الوزارة على صحة الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل عددا من المحافظات الباردة. ودعت التربية مدراء المدارس إلى السماح للطلاب والطالبات ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على الزي المدرسي للوقاية من البرد.
واصلت لجنة صياغة الدستور اجتماعها اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير. وأوضح مقرر اللجنة الدكتور معين عبد الملك في تصريح له إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الصياغات الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية، خاصة المتعلقة باختصاصات كل من المجلس الاتحادي ومجلس النواب وتكوين كل منهما. الدكتور عبد الملك أشار إلى أن اللجنة استمعت إلى عرض حول التجربة القضائية الإماراتية الاتحادية وأنواعها ومستوياتها وطبيعة التكامل والتنسيق بين السلطة القضائية ووضع المناطق الحرة في دولة الإمارات وكيفية تعيين القضاة في المستويين الاتحادي والإقليمي، إلى جانب تخصصات المحاكم في القانون الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. توقعت مصادر ملاحية بمحافظة عدن زيادة نشاط حاوية الترانزيت إلى ميناء عدن بعد دخول عدد من شركات النقل العالمية. يأتي ذلك بعد أن بدأت شركة إيفر جرين لنقل الحاويات باستخدام محطة عدن للحاويات لتفريغ وإعادة شحن حاويات الترانزيت. وكانت سفينة الحاويات العملاقة إيفر لوجيك لتفريغ حاويات الترانزيت للموانئ المجاورة رست يوم 9 نوفمبر العام الحالي بميناء عدن في مؤشر على عودة نشاط حاويات الترانزيت إلى الميناء بعد انقطاع استمر قرابة 5 أعوام. شكى عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء ما سموه مخالفات وتجاوزات قانونية. قالوا إن إدارة المعهد ترتكبها وتتسبب بحرمانهم من الالتحاق بالعام الدراسي 2014-2015. إلى التفاصيل. لكشف المخالفات والخروقات القانونية الحاصلة في المعهد العالي للقضاء حد تعبيرهم، نظم الطلبة المتقدمون للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء للعام 2014 هذا المؤتمر الصحفي اليوم بصنعاء. إن المتطلع إلى حال القضاء في بلادنا وما آل إليه ليدرك حقيقة الوقع المر والمخزي باستشراء الفساد في كل مفاصله وتحوله من صرح شامخ للعدالة إلى مرتعى خصب للظلم والجور لكافة أشكاله وصوره، وأكبر شاهد على ذلك ضياع الحق في موطنه والذي تجلى في أبهى صوره من خلال المخالفات والتجاوزات القانونية التي ترتكبها عمادة المعهد العالي للقضاء، ابتداء من مرحلة القيد والتسجيل للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمعهد مرورا ببقية الإجراءات والقبول والمفاضلة، مما ينتج لنا في النهاية قضاة ليس لهم سوى الاسم، وبالتالي يحكم في المحاكم بما ينافي الحق. من ضمن ما جاء في البيان الصادر عن الطلبة مخالفة بعض القوانين وتخصيص مقاعد وراثية لأبناء القضاء، وهو الأمر الذي لن يسكتوا عليه حد تعبيرهم. قانون التوظيف ينص على أن القبول يكون للأقدم تخرجا، وهنا طلاب لم يتجاوز تخرجهم سوى شهر ويريدون أن يقدموهم على الطلاب المتقدمين من قبل. رسالة معينة لكل القضاة وللوزارة على أننا لن نتراجع حتى يتم قبولنا أو نقف هنا حتى تطبق العدالة. كما أن الطلبة الذين أكدوا على استمرار تصعيدهم السلمي وقفوا وقفة احتجاجية رددوا فيها الشعارات ورفعوا فيها اللافتات انطلاقا من شعارهم من أجل العدل سنقف، آملين أن تلقى أصواتهم طريقها إلى آذان المعنيين. تحت شعار نحو طفولة تعليمية آمنة وتعزيز المستوى الإسعافي لمدارس تعز، نظمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع تعز حفلة تدشين وتوزيع مستلزمات الغرفة الإسعافية لمدارس حكومية وموزعة على 11 مديرية. إلى التفاصيل. ضمن الخدمات الإنسانية والصحية والإسعافية وتحت شعار نحو طفولة تعليمية آمنة، نظمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع تعز حفلة تدشين توزيع مستلزمات الغرفة الإسعافية لعدد من المدارس الحكومية بالمحافظة. إعطاء غرف رعاية صحية للمدارس، غرف صغيرة عبارة عن حقيبة إسعافات وسرير إسعاف وأيضا تدريب
لاثنين من كل مدرسة من هذه المدرسة المعنية كجزء للوعي الصحي وأيضا الإسعافات الضرورية وحالة الطوارئ في المدرسة. هذا هو النشاط طبعا وليدة أنشطة لمشروع التأهب التكاملي في 12 مدرسة أساسا بدأت من سنتين لحد الآن. كان دعم نفسي، تأهيل المدارس، تأتيتهم، تدريب إسعافات أولية، دعم نفسي للطلاب، وهذا كل ما تخللوه المشروع خلال العامين. التوزيع استهدف 20 مدرسة موزعة على 11 مديرية، مساء إنسانية رأها الجميع خطوات طيبة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وسيكون لها أثرا بالغا في نفوس أبناء تلك المديريات. تم اختيار 20 مدرسة ليس فقط من مدينة تعز، أيضا من مناطق أخرى في المحافظة. هذه نموذج مصغر لما نحلم مستقبلا أن نطوره، على اعتبار أنه إيش شنطة وصندوق إسعاف أولي لتوفيره لكل مدارس، إضافة إلى أنه حيتم المدارس العشرين اللي تم اختيارهم سيختار 2 مدرسين من كل مدرسة لتدريبهم على الإسعافات الأولية. تنظيم حفل التدشين جاء بتعاون جمعية الهلال الأحمر مع مكتب التربية والتعليم بتعز وإدارة الصحة المدرسية. رهيم الشرابي، حصاد السعيدة. دشنا اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي في مجالات فن الرسم على الزجاج وصناعة الذات وريادة الأعمال، والذي يأتي ضمن مشروع التمكين الذاتي والاقتصادي، ويتلقى 25 شابا وشابة على مدى 15 يوما معارف ومهارات نظرية وتطبيقية في مجالات البرنامج المتعددة. ويهدف البرنامج الذي تنظمه مؤسسة أثر للتنمية ويستهدف مختلف الفئات الاجتماعية وذوي الدخل المحدود والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في أمانة العاصمة، يهدف إلى تمكين المشاركين من مهارات الاتصال كالثقة بالنفس واحترام الذات وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات. بهذا نعود ونذكر بأهم العناوين. الخارجية الأمريكية تبارك تشكيل الحكومة اليمنية وتقول إن نجاحها سيدفع المجتمع الدولي لدعمها اقتصاديا. والجامعة العربية تحذر المعرقلين اليمنيين وتوجه دعوة للمجتمع الدولي. عشرات القتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي أنصار الله ورجال القبائل في رداع، ومسلحون يسيطرون على معسكر تدريبي للجيش بمأرب. بعد قطعها للشوارع 4 أعوام، الأشغال ترفع آخر مخيمات ساحة التغيير بصنعاء، ومجلس النواب يشكل لجنة برلمانية لإعداد مصفوفة للمصالحة الوطنية الشاملة. حصاد الليلة انتهى، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. We'll be right back.